بسم الله، نشوف مع بعض أمر فل اهوت. تمام، ببدأ أختاره وأبدأ أعمل الفل اللي أنا عايزه. ممكن أختار الشكل زي مستطيل كده، أو أقول له أنا عايز شكل بوليجن، أرسم أي شكل أنا عايزه وبعد كده أروح أقفل، هيبدأ يظهر معايا الشكل دوت. تمام، دلوقتي هنبدأ نحدد نغير الخصائص بتاعته. ممكن أعمله سيلكت وأقول له أنا عايز أحطه على أني لاير، تختار اللاير اللي أنت عايز يظهر عليها. مثلا هل هو تبع البيم؟ ممكن مثلا تكون معلم على البيم مثلا، فتديله اللير بتاعت البيم بحيث يظهر ويختفي معاها. عايز أن الشكل اللي ياخده، وهنا هتلاقي أشكال كتيرة قوي، يعني أظن إنها كافية. تمام، ممكن تختار مثلا حاجة زي كده بالشكل دوت، أو تختار رمز مثلا الجيتر، أو تختار جبس. تمام، وبعد كده تختار اللون بتاع الفيل بين، اللون الداخلي، ايه الشكل اللي انت عايزه والسمك بتاعه اللي انت عايزه، مثلا حاجة بالشكل دوت. تمام، الخلفية بتاعتك عايزها ايه؟ الخلفية ديت يعني ممكن اعمل عليه سيلكت واقول له انا عايز الخلفية مثلا باللون دوت، فتبقى ظاهرة معاك بالشكل دوت. ده الخلفية زي ما انت عايز. اوت لاين تايب، ممكن اقول له ده السمك اللي بره، هل انت عايزه يظهر ولا ميظهرش؟ ولو عايزه يظهر هتختار انا الشكل اللي هو الخط الخارجي دوت، ممكن مثلا انت عايزه بالشكل دوت. تمام، فدي اعدادات انت بتشوفها حسب الفيل اللي انت عايزه. ممكن مثلا تكون عايز تعمل ارضية حمام بلون معين، فتدور على اقرب حاجة ليها، شوف انت عايز مثلا تعملها بلاطات بالشكل دوت. مثلا الخط الخارجي هتخليه مثلا زي ما انت عايز، حسب المشروع حسب الحاجات دي. ادوات انت بتبدأ تسخرها لخدمة المشروع بتاعك اللي انت تشتغل عليه. ولو انا عندي شكل مثلا رسمته مثلا عن شكل دائري او مربع بالشكل دوت وعايز اعمله فيل، فبختار الفيل من هنا واختار الاداة ديت ماجيك ويند. ولو مش ظاهرة عندي الادوات ديت، هاجي من ويندو اقول له باليت واقول له كنترول بوكس عشان تظهر معايا. اجي هنا اختار ديت واروح ايه اعمل على سيلكت، خلاص تبدأ تعمل الفيل او الهاتش بتاعي.